احنا اليوم جينا باش نعملوا عملية ضغط على هيئة إدارية في اتحاد عامة الشغل من بعد وصلنا تقريبا تريك مزود بعد إضراب تحرك لمدة شهرين بداية من 6 أكتوبر 2014. التحرك هذا جاء على خلفية عدم تفعيل اتفاقية من مضات في 15/9/2011 تضمن فيها البرود تهمنا نحن كإداريين. الاتفاقية دي توقع تهميشها من طرف الحكومات المتعاقبة وصلنا الحل مسدود وفي الاخر التزينا للطرق النضاليه اللي ارتأتها نقابتنا العامه وهي كنا لازم باش نتحركوا بها. اليوم الهيئه الاداريه وصلنا في طريق مسدود مع الطرف المفاوض هي الاشراف تجينا لمنظمتنا العريق اللي تدعم الشغل كان هي استجبت للطلبات معقوله على ان تسمح لها الهيئه النقابيه بجدول بعض النقاط الاخرى مثل بعض النقاط التي تعذر التلبيه لها اللي هي النقاط الماليه. والله ما عندناش مشكله نرجعوا نخدموا ما ثم حتى اشكاليه على ان نرجعوا براس مرفوع وان لم طرق نضاليه متاحه وكفيله بذلك ونحن اهل لها. الحكاية أنه ثم تحركات احتجاجية ابتدأت منذ يوم 6 أكتوبر 2014 على خلفية معناها تنكر سلطة الإشراف لمحاضر اتفاق أبرمت مع وزارة التربية منذ 15 ديسمبر 2011. حب ننوه هنا ونذكر أنه قطاع موظفي التربية هو القطاع الوحيد تقريبا الذي بقيت اتفاقيته معناها حبر على ورق في أغلب بنودها. من ذلك معناها ثم نقاط تفعلت قاع تفعيلها ثم النقاط الأهمية واللي عندها صيغة معناها مالية وذات بعد مالي هي اللي قاعدت معناها لحد الساعة حبر على ورق. أغلب بنود اتفاق 15 ديسمبر ما تفعلتش لا لي شيء لأنه كل وزير يجي يحاول يصدر إشكال للوزير اللي بعده والحكومة اللي بعده. هي مشكلتنا أساسا يعني التنظير في على مستوى عناصر التأجير. عندنا البند السادس في محضر اتفاق 15 ديسمبر ينص على التنظير مع كافة الأسلاك التربوية في مستوى عناصر التأجير. تم تنظيرنا فيما يخص منح التكاليف البيداغوجية مع السادة الأساتذة ورجال التعليم الأساسي وكذلك في منحة التعيين وبقيت نقطتين أساسيتين اللي هي منحة سحب المنحة الخاصة على موظفي التربية وتعديل المنحة الكيلومترية. والإشكال أساسا يعني مصداقية التفاوض فقدت قيمتها مع سلطة الإشراف. كل ما نعقد جلسة تفاوض إلا وتقول معناها هذه ثم نقاط مالية لازم نحيلوها رئاسة الحكومة، ثم نقاط مالية أخرى لازم معناها تأخذ فيها وزارة المالية قرارات. دونك قعدنا في تسوية فهم ومواطلة مدة شهرين متتاليين. حد الساعة نحن كموظفي التربية قررنا موصلة احتجاجاتنا والتصعيد في الأشكال النضالية حتى يعني تتم الموافقة على كافة الشروط خاصة وأنها تعهدات التزمت بها سلطة الإشراف وصحح فيها وزير يعني ممثل حكومة وما يعني من الحيف والظلم أن تبقى الاتفاق الوحيد إلى حد الساعة معناها اتفاق كما قلنا حبر على ورق. المفترض يوم الأربعاء إن شاء الله باش تكون هيئة إدارية في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل تجمع النقابات الأساسية الكل بمعناها حضور السيد الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية في الاتحاد العام التونسي للشغل وطبعا سنأخذ القرارات اللازمة إما موصلة الإضراب معناها في صورة عدم تنفيذ محضر الاتفاق المذكور أو طبعا يعني باش نلتزموا بقرار الاتحاد إذا كان وصلنا لصيغة أو محضر اتفاق مشرف ويلبي طموحات الإدارية. الدستور نتاع جانفي 2014 ينص على معناها في فصلي 35 و36 على أحقية معناها الطبقة الشغيلة في الإضراب وأنه حق الإضراب مذموم وطبعا حق العمل النقابي. للأسف الشديد نشوفه السيد وزير التربية يخرج مذكرات بالنسبة لقطاع موظفي التربية وكذلك قطاع أساتذة التعليم الثانوي يحاول يرهب فيه كل منظورينا
بأنه سيتم اقتطاع أيام من مرتبات المعنيين معناها بالأضراب، وهذا معناها للأسف الشديد نقوله معناها سياسة تحيلنا إلى زمن السابق، زمن معناها الديكتاتورية. هذا في معناها ملخص ما نجم نقوله نحن كأطراف نقابية.